طيب حنبدأ في الكومبلمنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الكومبلمنت سهل جدا، ضروري تستوعبه لأنه هو موضوع مفصلي ومحوري إن شاء الله عز وجل حنتكلم عليه في ال حلو أداة شوالف. حنتكلم عليه الديفينيشنز حقه، حنتكلم على البروبرتيز، حنتكلم على الأكتيفيشن كيف يحصل الأكتيفيشن. في معنا اكسرسايز كثير اليوم، أعتقد 8 اكسرسايز. حنتكلم على الفانكشن ان جنرال، وبعدها حنتكلم على الريجوليشن، وفي النهاية أكيد حنعمل تيست للأور سيلف. طيب حنتكلم على قبل ما أتكلم على الديفينيشنز، في عالم شهير اسمه بودت في أواخر القرن 18، إيش عمل هذا بودت؟ عمل الآتي، راح جاب بكتيريا وجاب السيرم. فالبكتيريا أكيد السيرم أكيد فيه أنتي بادي سبيسيفيك لهذه البكتيريا، كويس؟ وخلاها عند 37 درجة مئوية، وجاء بعد فترة يشوف البكتيريا وأنه حصل لها لايسس، حصل لها لايسس، فقال كويس. هذه التجربة الأولى له. التجربة الثانية راح نفس الموضوع، جاب بكتيريا وطرح السيرم عليها، يعني فيها سبيسيفيك أنتيباديز لهذه البكتيريا، وبعدين سخن عند 56 درجة مئوية وجاء يشوف أنه ما حصلش لايسس للبكتيريا. ومن هنا جاء قال كان الاعتقاد السائد زمان ان الانتيباديز هو اللي يعمل كيلينج اور ديستراكشن، فخرج بردت للعالم قال لهم لا، الانتيبادي ما يعملش، في مركب اخر اسمه مكمل، ومن هنا سماه كومبلمنت، يكمل عمل الانتيباديز، ومن هنا سميها الكومبلمنت. وبالتالي الانتيباديز ما يعملش ديستراكشن خالص، لكن الانتيبادي يعمل اتاتشد والكومبلمنت يعمل إكمال لهذه المهمة اللي هو الدستراكشن، ومن هنا سمي كومبلمنت. هذا بالنسبة لعمل بوردت، وزي ما قلنا في أواخر القرن 18. طيب تعالوا نعرف الكومبلمنت هذه أشي. هي عبارة عن جروب أوف بروتينز، ساعات نقول 9، ساعات نقول 13، ساعات نقول 21، حقول لكم ليش نختلف عليها في الأرقام، لكن mainly هم 9 بروتين، وحنقول بعد شوية. إذن هي group of proteins mainly produced by liver. هذه group of proteins موجودة في السيرم وفي التيشو فلويد، لكن موجودة في صورة inactive، ما هيش اكتيفيتد خالص. يعني ايش؟ يعني في كل واحد من عندنا الان موجود عنده كومبلمنت، لكن في صوره ان اكتف. ذي لما يحصل لها اكتيفيشن، الكومبلمنت ذي اللي هم 9 كومبوننتس اوف بروتينز، لما يحصل لهم اكتيفيشن يروحوا يعملوا حاجه بنسميها لهم دور كبير في الديفنس ميكانيزم، دور كبير اور بلاي ا ميجر رول في الديفنس ميكانيزم. ما نقدرش نقول فقط انهم يعملوا ديستراكشن للاورجانيزم، واحده من الفانكشن، لكن لهم دور كبير في الديفنس ميكانيزم، حنتعرض لهم ان شاء الله. طيب من خلال هذا التعريف اللي قلناه الان، لو تكرمتوا برفع الايدي، ايش صفات هذه الكومبلمنت؟ واحد present in an active form. واحد. اثنين mainly produced by the liver. عفوا كل واحد يكمل الاخر. يس شباب صحيح، افكت الهيت يعمل لها افكتنج، وبالتالي يحصل ان اكتيفيتد باي الهيت. غيره شباب تفضل. دعم مالها؟ يس مالها سيرم بروتينز، موجوده في السيرم وموجوده في التيشو اكسبت السي اس اف واليورين. صحيح. غيره؟ طيب تعالوا نناقشهم واحد واحد. اول شيء انهم 9 components of proteins or more، حنقول هذه مور من فين جات. اول صفه انهم اساسا هم 9 اعضاء من البروتينز او اكثر، هذه النقطه الاولى. طبعا كلهم بروتين. النقطه الثانيه mainly produced by، لكن ممكن مونوسايت تعمل لهم ريليزنج، ماكروفاجس تعمل لهم ريليزنج، لكن مينلي باي ليفر. وبدون ما اقول لكم لو واحد عنده ليفر ديزيز
او عنده سيروزس اكيد حيكون في مشكله في الكومبلمنت، صح؟ بدون ما اقول. جميل. طيب موجودين في صوره ان اكتف، اسكتوا صوتي عالي. موجودين في صوره ان اكتف عند الناس كلهم، عند البشر كلهم في صوره ان اكتف. الامر الاخر انه بس يحصل لهم اكتيفيشن يعملوا ديستراكشن او يعملوا زي ما قلنا يساهموا في الديفنس ميكانيزم. احدى الديفنس ميكانيزم دي ديستراكشن للمايكرو اورجانيزم. طيب اذا لو ما يحصل لهم اكتيفيشن حيعملوا ديستراكشن واحده من الفانكشن اللي هي ديستراكشن اور ديسترويد للاورجانيزم. الامر الاخر لهم ميزه كويسه، سم كومبوننتس مش كلهم، ها some components من الكومبلمنت دول لما يحصل لهم اكتيفيشن يحصل لهم زي الفراجمنتيشن. يعني ايش؟ اي او بي هذه واحد، والامر الاخر انه بيشتغلوا كاكتيف انزيم. لو حصل اكتيفيشن لهذه خلاص يحصل اكتيفيشن كاسكيد. يا بالضبط، دي صفه مهمه جدا انه بتتم كاسكيد. الامر الاخر زي ما قلنا انه دول يحصل لهم ما يحصل لهم اكتيفيشن يحصل لهم زي الفراجمنتيشن، يتحولوا الى تو فراجمنتس. فراجمنتس نقول عليها سمول فراجمنت والثاني نقول عليها لارج فراجمنت. يعني هذه مثلا رقم اثنين، شايفين كيف ممكن لو ما يحصل لها اكتيفيشن تنقسم الى سمول فراجمنت نسميها سي تو اي، والى لارج فراجمنت نسميها سي تو بي. احنا الى حد ما نقول البي اختصار البايندينج، ان البي هي اللي ترتبط اسمها البايندينج. اذا صفه مهمه جدا للكومبلمنت مش كلهم، سم لو ما يحصل لهم اكتيفيشن يتحولوا الى تو فراجمنتس. جزء من الفراجمنتس دي سمول لها دور حنتكلم عليه سمول فراجمنتس، وجزء كبير او جزء اخر اكبر اللي بنسميه لارج فراجمنت لها دور في قضيه البايندينج. اكيد دول موجودين في البلاد وفي التيشو فلويدز اكسبت اليورين والسي اس اف مش موجودين خالص، وده المنطقي اللوجيك ولسبب وجيه. يعني لانه لو حصلت موجوده في السي اس اف وحصل ديستراكشن خلاص مش هيحصل ري جينيريشنز للخلايا، ومشكله كبيره. الامر الاخر اذا قضي في اليورين مش معقول عاد الاميون سيستم يلاحق هذا المجاري، يلاحق البكتيريا قضي خارج يعني. فهذه بالنسبه لها ما هيش موجوده في السي اس اف واليورين. زي ما اتفقتوا وقلتوا انها هيت ليبل، يعني انه لو حصل ارتفاع درجه الحراره حيحصل ديستراكشن وبالتالي يحصل ان اكتيفيشن لها. طيب الكلاسيكال باثوي، الان باجي لك الكلاسيكال باثوي. في 3 كلاسيكالز مهمين جدا ضروري تستوعبوهم. كلاسيكال باثوي، لاكتين باثوي، الترناتيف باثوي. معنا اكسرسايز 10 دقائق تحلوا الاكسرسايز ده في ال تحلوه في ال كل 8 ها. طيب ركزوا معي لو سمحتوا، سهل الموضوع تماما. هو ايش السؤال مكتوب في الاكسرسايز بس؟ طيب خلونا نشوف الكلاسيكال باثوي كيف يحصل لها اكتيفيشن. اول نقطه انه عشان يحصل اكتيفيشن الكلاسيكال باثوي لابد يكون انتي بوديز اي جي ام اور اي جي جي موجود. هذه النقطه الاولى. بعدين ان الاول كومبوننتس حيشاركوا من سي 1 الى سي 9. الامر الاخر كيف حيبدا يحصل الاكتيفيشنز ذا كالاتي. اول شيء اكتيفيشن للسي 1، هذا مثل اورجانيزم، وهنا زي ما قلنا مولكيول اي جي جي. المولكيول اي جي جي له يونيك كاركترز، ما يمكنش يحصل اكتيفيشن الا اذا حصل حاجه نسميها كروس لينكد. يعني ايش كروس لينكد؟ انه تو انتي بوديز يرتبطوا كروس لينكد بالاورجانيزم. هذه النقطه الاولى بالنسبه للاي جي جي، يعني ما ينفعش مولكيول واحد، ضروري تو مولكيولز. النقطه الاولى.
النقطة الثانية إنه هذا الأمر اللي هم الأنتي باديز قلنا سواء كان آي جي إم أو آي جي جي، يجي العلماء يقولنا يا جماعة في حاجة غريبة، مش كل واحد معه أنتي باديز في السيرم حقه، ليش ما يحصلش اكتيفيشن؟ لا طيب لا 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 طيب اسمعوني طيب رفع عليك طيب اسمعوني، لانه الاتي وانس انه حصل بايندينج للانتي باديز بالانتيجين حيحصل الاف سي بورشن، حيحصل له كونفرميشنال تشينج. اذا ظل الانتي باديز الون مش حيحصل هذا الكونفرميشنال تشينج. فوانس انه حصل بايندينج بالانتيجين الاف سي بورشن للانتي باديز حيحصل له كونفرميشنال تشينج، اهو قدامكم هذا الكونفرميشنال تشينج، فبالتالي حيكون مهيئ انه يحصل اكتيفيشن للكومبلمنت. ودي نقطه مهمه، لانه كل واحد عنده انتي باديز وما يحصلش اكتيفيشن للانتي للكومبلمنت خالص، لانه اساس الانتي باديز الون مش مرتبط مع اورجانيزم. اذا هذه الخطوه الاولى، حيبدا سي 1 كيو يعمل بايندينج، السي 1 كيو ده على طول حيعمل اكتيفيشن للسي 1 ار، والسي 1 ار حيعمل اكتيفيشن للسي 1 اس، وهذا كلهم بنسميهم تحت مسمى سي 1، سواء كان سي 1 كيو سي 1 ار سي 1 اس. طيب تعالوا نشوفهم بالله بالضبط كيف ايش اللي حيحصل. هذا الانتي باديز، هذا الان الايبوتوبس، هذه الانتي باديز، كيف حيحصل انه سي 1 كيو حيبدا يرتبط بهم، وبالتالي حيحصل اكتيفيشن للسي 1 ار والسي 1 اس. هذا باول امر اللي قلنا يحصل اكتيفيشن للسي 1 او الكومبلمنت كومبوننت سي 1. طيب تعالوا نشوف سي 4 وسي 2. هذا الان اللي هو حصل اكتيفيشن سي 1، حيجي على طول السي 4، السي 1 حيعمل له كليفج الى تو بارتس، سي 4 اي وسي 2 بي. السي 4 اي حيغادر والسي 4 بي حيتاتشد في الاورجانيزم. جميل، حيجي كمان السي 2 الى سي 1 اس، حيحصل له كليفج الى سي 2 اي وسي 2 بي، مع الفارق انه بعض المراجع تقول العكس في النقطه دي، سي 2 بي تطلع وسي 2 اي، لكن الغالب في الريفرنس بوك انه السي 2 بي، السي 2 بي هي اللي تنزل، مع انه الانيميشن حيعطي النقطه الاخرى. طيب هذا كله نسميه سي 3 كونفرتيز، يعني ايش هي؟ هذا اللي حيحول السي 3. اذا السي 3 كونفرتيز عباره عن سي 4 بي سي 2 بي، ممكن لو حد قال سي 2 اي برضه صحيح. اذا سي 4 بي سي 2 بي هو اللي حيعمل اكتيفيشن للكومبوننت سي 3. تعالوا نشوف هذا بس كيف حيحصل انيميشنز. طبعا حيحصل زي ما قلنا لكم العكس، هذه سي 4 بي، شايفين كيف السي 1 اس حيعمل كليفج، حيحصل سي 4 بي، سي 4 اي حيحصل له ريليزنج، والسي 4 بي حيضل، حيحصل عمليه السي 2 اي هنا العكس، حيحصل عكس اللي قلناه، هنا السي 2 بي حيغادر والسي 2 اي حيحصل له اتاتش. ده بالنسبه الان لفورميشن للسي 3 كونفرتيز. تعالوا نشوف السي 3 ده كيف حيحصل له. الان حصل معايا الان اللي هو سي 4 بي سي 2 بي، حيجي السي الكومبوننت سي 3 حيحصل له بهذا السي 3 كونفرتيز، حيحصل له كليفج الى السي 3 اي وسي 3 بي. فشوفوا كيف حيحصل، السي 3 بي كمان حيحصل اتاتشد، فحيتكون مركب الان سي 4 بي سي 2 بي سي 3 بي، نسميه سي 5 كونفرتيز. جميل، السي 5 كونفرتيز ده هو اللي حيعمل كليفج للسي 5. هذا هو الان انيميشنز، شايفين السي 3. بس في نقطه مهمه انتبهوا لها هنا، السي 3 بي لو ما يحصل فراجمنت حيطلع منها عدد كبير، جزء منها يحصل له بايندينج وجزء منها يروح يعمل اوبسونايزيشن. ايوه، فشوفوا كيف حيحصل كميه كبيره كليفج، وحيتكون ما نسميه اللي هو السي 5 كونفرتيز. طيب تعالوا نشوف الان كيف حيحصل ماك فورميشن الممبرين اتاك كومبلكس. الان في معنا احنا سي 5 كونفرتيز، حتيجي سي 5 حيحملها كليفج الى سي 5 اي وسي 5 بي. في نقطه مهمه جدا، ولذلك شوفوا 6 و7 و8 و9 ما يحصل لهمش كليفج خالص، ما لهمش سمول فراجمنت خالص. وانس انه تكون السي 5 بي على طول يحصل اجريجيشن للسي 6 و7 و8 و9،
ويحصل بوليمرايزيشن للسي 9 ويحصل انسرشن للممبرين وبالتالي يحصل لايسس. هذا هو بالضبط حيحصل. شايفين كيف سي فا... وذلك لما نقول الممبرين اتاك كومبلكس ايش هو؟ عباره عن ايش؟ سي 5 بي 6 7 8 9 وال 9 ده حيحصل له بوليمر وبالتالي حيحصل انسرشن له في الممبرين وحيحصل لايسس للاورجانيزم او حصل له لايسس للاورجانيزم. هذا اللي قدامكم الان. شايفين كيف السي 5 بي؟ السي 5 بي الان حيتجمع 6 و7 و8 وحيحصل بوليمرايزيشن للكومبوننت 9 بالتاكيد اذا حصل له انسرشن في الممبرين فبالتالي حيحصل ديستراكشن بور. يس اكيد اكيد حيحصل بور وحيعمل حيعمل لايسس لانه رابشر للخليه وبالتالي ادت ادى الكومبلمنت اول وظيفه له انه عمل لايسس باي ماك فورميشن. جميل. ايوه اللاكتين باثوي سهله جدا. شوفوا احنا الان في المناعه الطبيعيه حقنا اي واحد يتعرض لاي انفكشن في معنى سايتوكاينز تطلع اللي هو انترلوكين 1 انترلوكين 6 تيومر نيكروتيك فاكتورز ذي تروح للليفر. ايش اللي جابكم؟ والله الاميون او الماكروفاجز رسلتنا. طيب ايش المطلوب؟ المطلوب طلعي لنا يعني كل الاكتيف فيس بروتين. فتروح تطلع واحد من الاكتيف فيس بروتين اسمه مانوز بايندينج بروتين. شايفين الان هذا مش البيبتايدو جليكان، بيبتايدو وجليكان هو سكر وبروتين. من السكر ذا هو في مانوز، فلما يحصل ريليزنج للمانوز بايندينج بروتين يرتبط بالمانوز ريزيديوس اللي على على الاورجانيزم على البكتيريا. فبالتالي هذا الارتباط يعمل اكتيفيشن لحاجه اللي بنسميها مانوز لاكتينج اسوشيتد بروتيز. هذا بالشكل ده يشبه السي 1 كيو، فبالتالي حيعمل على طول اكتيفيشن لل طبعا سي 1 ار سي 1 اس وبعدين حيحصل سي 4 حيعمل لها كليفج. نفس الكلاسيكال حنمشي تماما طبيعي نفس الكلاسيكال، لكن هنا ما في انتي بوديز، هنا ما في اي انتي بوديز وبالتالي هنا دورها في الانيت اميونيتي. طيب الامر الاخر حيعمل كليفج للسي 2 وكمان ده حيصبح السي 3 كونفرتيز. ولذلك لو لاحظ في اللاكتين وفي الكلاسيكال نفس السي 3 كونفرتيز نفسها في الكلاسيكال نفسها في اللاكتين، نفس السي 5 كونفرتيز نفسها في اللاكتين ونفسها في الكلاسيكال. حيجي السي 3 اي والسي 3 بي وبالتالي يحصل السي 5 اي وتكون ممبرين اتاك كومبلكس الترناتيف باثوي. اول امر ما في رول للانتي بوديز خالص في الالترناتيف باثوي، ما في رول. الامر الاخر انه عشان يحصل اكتيفيشن للكومبلمنت باي الترناتيف باثوي ضروري يكون معنا بكتيريا اللي هو الاندوتوكسين اليست سيل وول الفيبرا الكوبرا كوبرا فاكس فينوم. دول كلهم بيعملوا اكتيفيشن للالترناتيف باثوي. في نقطة مهمة جدا جدا ولها ابلكيشنز لابد تنتبهوا له. ساعات لما يطلع الاميون سيستم سكريتوري اي جي اي يطلعوا سكريتوري اي جي ويحصل لهم اتاتشد وثاوت انتيجين. اعيد، يطلع انتي بوديز بس ممعوش انتيجين، يحصل لهم اتاتشد. هذا الاتاتشد للسكريتوري اي يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت باي الترناتيف باثوي ولها كلينيكال سيتويشن حتكلم عليه. اعيد انتبهوا لها لانه حتكلم على كلينيكال لها. انتي بوديز يطلع حق السكريتوري اي جي، هذا الانتي بوديز اللي يطلع ما يرتبطش باي انتيجين، فيحصل اجريجيشن لانتي بوديز اللي سكريتوري اي جي اي وذاوت انتيجين. هذا الاجريجيشن يؤدي الى اكتيفيشن الترناتيف باث واي. ولو حنتكلم ايش اللي له، هذه مثلا هذه الانتي بوديز شايفين هذا السكريتوري اي جي كيف طلع، ما فيش انتيجين فحيحصل له اجريجيشن. هذا الاجريجيشن حيؤدي الى اكتيفيشن كومبلمنت باي الترناتيف باث واي. جميل. هنا بالنسبه تفضل ها كيف يس نو نيد فور انتي بوديز اللي هو اي جي ام واي جي جي، هنا فقط تعامل معاهم كلهم ككلامبنج. هذا الكلامبنج اوف انتي بوديز وذاوت انتيجين عمل اكتيفيشن للالترناتيف باث واي. ما في انتيجين، ما فيش انتيجين انتي بودي رياكشنز خالص، بس هو حصل اجريجيشن وحصل كلامبنج. هذا الكلامبنج تفاعل معه الكومبلمنت بطريقه الالترناتيف باث واي.
طبعا هنا الكومبوننتس دول اللي محتاجين فقط ثلاثة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، أكيد واحد واثنين وأربعة ما لهمش لازمة خالص في الالترناتيف باثوي خالص خالص. طيب ركزوا معي كيف حيحصل الاكتيفيشن. بس قبل ما أتكلم على الاكتيفيشن، في فاكتور بي نيدد عشان يحصل اكتيفيشن للالترناتيف باثوي. إذا في فاكتور ريكوايردز فور اكتيفيشن نسميه فاكتور بي، وكمان في اذر فاكتور نسميه فاكتور دي، وفي بروبردين مهم جدا عشان يحصل كمان اكتيفيشن للالترناتيف باثوي. في بروبردين سيستم هو وذاك احنا نسميها في بروبردين الون وفي بروبردين سيستم. البروبردين سيستم عباره عن فاكتور بي وفاكتور دي وبروبردين. بالتاكيد هي اتس ا بارت اوف انيت اميونيتي، اكيد بارت مع اللاكتين ما انيت اميونيتي. طيب تعالوا نشوفهم بالله خطوه خطوه، تبوا حتعملوا اكسرسايز عليهم. ما في معنا سي 1 ولا معنا سي 2 ولا معنا سي 4، ما فيش. طيب شوفوا ايش اللي يحصل. هذا الاورجانيزم وهذا الاندوتوكسين او يست او كوبرا فينوم ولا وات ايفر او حتى اجريجيشن للسكرتري اي جي، وجد العلماء ان السي 3 يحصل لها سبونتينيوس هيدروليسيس سبونتينيوس. فبالتالي اي واحد معه سي 3 في الجسم حقه حيحصل لها هيدروليسيس. الهيدروليسيس دي كالاتي، حيحصل سي 3 بي وسي 3 اي. لما يحصل لها مش لما يحصل لها هيدروليسيس حتنقسم الى سي 3 اي وسي 3 بي. اذا ما فيش اورجانيزم عادي، حصل كليفج وانتهى الموضوع، ما في اي مشكله ولا في اي رياكشن خالص. لكن لو صادف ان في انتي اندوتوكسينز او يسلول، هذه السي 3 بي اللي حصل لها سبونتينيوس كليفج حتروح تعمل اتاتشد على الاورجانيزم ذا اندوتوكسين ولا يسلول ولا حتى الاجريجيشن للسكريتري اي جي. جميل. للسي 3 فتحول الى سي 3 اي وسي 3 بي. اذا ما في اي اورجانيزم عادي، هذا كليفج ما يعملش اي حاجه خالص. لكن لو صادف انه في اندوتوكسين او يستل وول حيحصل البايندينج. طيب هنا الاتي، وانس انه، ودي نقطه مهمه، السي 3 بي قلنا لو ما حصلتش اي بايندينج لها كاندوتوكسين او يستل وول عادي. لكن لو حصل انه حصل بايندينج على اندوتوكسين حيحصل لها كونفرميشنال تشينج. الكونفرميشنال تشينج بالشكل ده الاحمر اللي شايفينه، هذا حيكون مهيئ انه يرتبط بالفاكتور بي. فحيجي الفاكتور بي، ركزوا معي هنا، هذه الباثوي عيبها البي بي 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 بي. طيب اذا الان لو ما نقول المركب ده اللي يتكون بعد ما حصل بايندينج الفاكتور بي، مش حيكون سي 3 بي بي؟ ايوه شايفين هكذا، حيكون سي 3 بي بي لانه حصل له اتاتشد الفاكتور بي. كويس. طيب ركزوا معي ايش اللي حيحصل الان. حيجي الفاكتور، وانس انه حصل بايندينج الفاكتور بي حيجي الفاكتور دي. فلو ما يجي الفاكتور دي يقسم المركب ذا الى بي والاي، الاي حيغادر. شايفين هذا بس هو طبعا المركب كله، بس قلنا احنا سي 3 حيغادر، حيبقى ايضا اللي هو سي 3 كونفرتيز هذا نسميه، لكنه انستيبل انستيبل، ما يقدرش يواصل يعمل اكتيفيشن. هذا المركب اللي سميناه سي 3 كونفرتيز انستيبل لابد له من مركب يعمل له استيبلايزيشن اللي هو البروبردين. البروبردين ذا حيعمل استيبلايزيشن له. ممكن بحان ممكن نكتب كذا المركب سي 3 بي 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 والبيث الكابيتال على اساس بروبردين. تمام. الان هذا حيصبح الآتي، الآن قادر هذا المركب أنه يعمل كليفج لأي 3 كومبوننت، أي سي 3 كومبوننت. فحتيجي الآن السي 3 وحيعملها كليفج إلى سي 3 بي وسي 3 اي. مش حيتكون الآن مركب كذا سي 3 بي 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 سي 3 بي، هذا نسميه سي 5 كومبرتيز. حيروح يحصل فورميشن للماك. إيش اللي حيتكون؟ حيجي الآن سي 5 اي. C5A المركب هذا اللي هو C3B B B C3B حيعمل كليفج للسي 5 الى C5A وC5B، وحتكمل الباثوي وحيتكون الماك فورميشن، حيحصل له انسرشن، حيحصل رابشر، وحيحصل لايسس للاورجانيزم لكنه بطريقه الانيت. حقول لك الفينوم عنده مشكله في الريجوليشن حتكلم عليه. طيب اول كلينيكال سيتويشن مهم جدا على فكره، انتبهوا له.
مش اتفقنا في الالترناتيف باث واي انه لو حصل اجريجيشن للسكريتري اي جي اي حيعمل اكتيفيشن للالترناتيف باث واي؟ فشوفوا ايش اللي حيحصل. حيحصل الاي جي اي اجريجيتد اور اجريجيت، وحيحصل ديبوزيشن في الجلوميرولر، وبالتالي حيحصل ما نسميها بالايش اي جي اي نيفروباثي، واحده من الكلينيكال مهمه في الكلينيكال سيتويشن بالنسبه للاي جي للالترناتيف باث واي. وده زي ما قلنا ديو تو الاكتيفيشن اوف الترناتيف باث واي، لانه حصل اجريجيشن وذاوت انتيجين للسكريتوري اي جي اي. هذا الاكتيفيشن ادى لو حصل له ديبوزيشن في الجلوميرولر حيحصل حاجه نسميها اي جي اي نيفروباثي. هذه الاولى. الامر الثاني حاجه بتحصل درماتايتس، اللي بنسميها درماتايتس اللي هي هيرباتي فورمس. ايش اللي حيحصل؟ بدل ما حصل بس الديبوزيشن في الجلوميرولر حيحصل ديبوزيشن في السكن، وحيحصل الدمج في السكن، وكذا يسموه درماتايتس هايبر هيرباتي فورمس. وديو تو زي ما قلنا اكتيفيشن للالترناتيف باث واي. ليش؟ لانه حصل اجريجيشن للسكريتوري اي جي. ففي تو كلينيكال سيتويشنز بالنسبه للاكتيفيشن اور اجريجيشن للسكريتوري اي جي، لانه حيحصل لهم اكتيفيشن بالالترناتيف باث واي. لو سمحتوا الان كل واحد يطلع ورقه الفروق بين الثري طيب ركزوا معي. اكيد التايب اوف اميونيتي هنا ادابتيف اور سبيسيفيك اور اكوايرد، اكيد هنا النيت، هنا النيت، اكيد الانيشيشن هنا كيف حيحصل انيشيشن؟ انتيجين انتي بادي رياكشن، اكيد. او بعدين هنا كيف حيحصل؟ منوز. هنا كيف حيحصل؟ انتيجين الون اللي قلنا عليه، يا عنده توكسين يا يست يا الكوبرا فينوم. طيب هنا الرول اوف انتي باديز بالتاكيد نيدد. شباب الانتي باديز هنا نيدد، هنا الانتي باديز ما هواش نيد، وهنا الانتي باديز ما هواش نيد. واتمنى ان لا تخلطوا في الالترناتيف باث واي للسكريتوري اي جي، لانه انتي بادي وذاوت انتي جين فيتعامل مع الالترناتيف كحاجه فورن. طيب هنا الرول اوف بروباردين ما في، وهنا ما في، هناك في لو اكيد نيدد البروباردين. خلاب الاخر السي 3 كونفرتيزيشن حيكون سي 4 بي سي 2 بي. اهو هنا اللاكتين نفسه، هنا سي 3 بي 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 سي 3 كونفرتيز مع البروبردين. يس. طيب السي 5 كونفرتيز هنا سي 4 بي سي 2 بي سي 3 بي، وهنا نفسه، وهنا تمام بيبي. طيب الكومبلمنت المحتاجه هنا كلها من سي 1 الى سي 9. هنا انتبهوا 1 مش موجود هنا خالص، لكن 2 و3 و4 موجودين هنا، 3 و5 و6 و7. طيب الماك فورميشن يا سلام، تبوا كلهم نفس الماك فورميشن في النهايه. ولذلك لما نشوف شباب لما نشوف صوره الماك فورميشن ما اقدر اقول هل هي كلاسيكال ولا الترناتيف ولا لاكتين، لانه نفس المركب بالنسبه للماك. طيب ركزوا معي فانكشنال كومبلمنت. اول شيء لايسس، لايسس كيف ممكن تقولوا لي بالله كذا نناقش على الهواء الفانكشن للكومبلمنت فانكشنز واحده؟ برافو عليك. اوبسنايزيشن اثنين اوبسنايزيشن. تفضلي كيموتاكسس عفوا، وبعدين رعى الله من جمال باقي المحاضرتين. الله يرضى عليكم وعلى نقاش نصايحنا اخر محاضرتين. ها باك فورميشن انفلاميشنز. يس
لو سمحت اخونا كيموتاكسس. يس انافلاكسس اللي هي انفلاماتوري ريسبونس. يا سلام برافو عليك. اهم نقطه واهم فانكشن اللي هي كليرنس الاميون كومبلكس كليرنس مهمه جدا. طيب تعالوا نستعرضهم سويا. اول شيء زي ما قلنا انه ماك فورميشن ولايسس للاورجانيزم. هذه انتي بوديز مش اتفقنا بعدين حتجي الكاسكيد للكومبلمنت وحيحصل سي 1 كيو سي 1 ار سي 1 اس وحيتكون في النهايه ماك. الماك ده اللي حيحصله فورميشن حيعمل انسرشن وحيحصل لايسس اور رابشر للخليه. اهو هذه اول فانكشن. اذا الكومبلمنت بتكمل عمل الانتي بوديز. او بالنسبه للالترناتيف باث واي او اللاكتين باث واي لاي انتيجين حتعمل اللايسس. في نقطه مهمه جدا يقولون انه الماك فورميشن بيكون مور اتاك بالنسبه لجرام نيجاتيف ذان جرام بوزيتيف. ليش؟ لانه البيبتايدوج اللي كان حقه في السلول القليل، فهذا يتيح الفرصه انه يحصل انسرشن للممبرين، بعكس الجرام بوزيتيف البيبتايدوج اللي كان البالك حقه كبير، فبالتالي حيكون في صعوبه في الانسرشن للماك، فبالتالي الجرام نيجاتيف حتكون بالتاكيد اكثر عرضه للفورميشن اوف ماك. الامر الاخر ساعات يجي يقولون انه الماك فورميشن ذا اذا حصل ديفيشنس فيه اللي هم سي 5 بي و6 و7 و8 حيكون الشخص ذا عرضه للديسيمينيتد انفكشن باي نايسيريا. النايسيريا جنوريا اساسا لوكالايزد ما تعملش ديسيمينيتد، لكن لو الشخص ذا جينيتيكالي عنده ديفكت في الكومبوننتس دول حيكون انه يحصل نتفاجئ ان عنده نايسيريا جنوريا ما عادش لوكال قدي سيستميك حصل لها ديسيمينيتد بالتاكيد حتى المنينجو كوكال. فذا ديو تو بس الديفكت كجينيتيك او جينيتيكالي في اللي هو الكومبوننت اللي بتعمل ماك فورميشن. الفانكشن الثانيه اللي قلنا عليها اللي هي الاوبسونايزيشن، والاوبسونايزيشن لا تنسوش اثنين يعملوها سي 3 بي والانتي بوديز. والنقطه كمان الاهم انه كمان لو ما يحصل اتاتشد الاثنين في انتي بوديز وفي سي 3 بي حتكون كمان مور افيشنت بالتاكيد لانه حصل دبل بالنسبه للاوبسونايزيشن. شايفين هذا كيف هيحصل انه في معايا سي 3 بي لو سبيسيفيك ريسبتور على الفاجوسيتيك سيل، فبالتالي حتؤدي الى انهانسينج اوف فاجوسايتوزس اللي سميناها اوبسونايزيشن. هذا شايفين كيف انه في معايا كمان سي 3 بي ومعايا كمان انتي بوديز حتكون مور انهانسينج مور اوبسونايزيشن وبالتالي مور فاجوسايتوزس. الفانكشن اللي بعدها بالتاكيد المهمه جدا اللي قلتوا عليها كيموتاكسس. هذه الان شايفين السي 5 اي، انتوا عارفين احنا زي ما اقول لو ما يحصل في اي حاره، لو ما يحصل مش عارف احنا يحصل عندنا، انتوا اكيد يحصل عندكم، لو ما يحصل في اي حاره يتضاربوا الناس الكبار، الصغار يروحوا جري لعندهم يتضاربوا يدعون الناس. هذه نفس الخبر السي 5 اي والسي 3 اي كلهم يروحوا يدعون الخلايا الجماعه يتضاربوا تعالوا شوفوهم. فسمول فراجمنت السي 5 اي دي حتروح تدعي تعمل ايش؟ لها اكثر من فاكشن، لكن واحده منها اكيد حتيجي النتروفيل او الانفلاماتوري سيل حتيجي تشارك، ودي عملت لها حاجه بنسميها كيموتاكسس. لذلك لهم فاكشن لهم دور كبير انهم حيدعوا الانفلاماتوري، حيحصل انفلاماتوري ريسبونس. هذا الانفلاماتوري ريسبونس اللي قلنا عليه انه في معايا حاجه بنسميها الانافلا توكسينز اللي هي السمول فراجمنت سي 3 اي وسي 5 اي، دول حيعملوا الاتي، حيعملوا جزء منهم مش حيعملوا الثنتين دي جرانوليشن للماسل او البازوفيل. مش لو ما يحصل دي جرانوليشن حيطلع الهستامين، لو ما يطلع الهستامين ده حيحصل فازو دايليتيشن وانكريز في البروبابيلتي، فبالتالي كل الخلايا حتيجي الى موقع القتال وموقع الحدث، وبالتالي نجي نقول ان دول بيشاركوا في الانفلاماتوري ريسبونس. هذه زي ما انتم شايفين لها، شايفين السي 5 اي او السي 3 اي حيحصل لها كليفج، السمول فراجمنتس دي حتعمل خاصه سي 5 اي حتعمل ديستراكشن للماس سيل، الماس سيل دي حتطلع الهستامين، لو ما يطلع الهستامين حيحصل اكيد انكريز في البروبابيلتي وفازو دايليتيشن، وبالتالي كل الانفلاماتوري سيل حتوصل الى موقع الحدث، حيحصل اكسترافيزيشن من البلاد فيزلز، اكسترافيزيشن للسيلز وحتوصل الى موقع الحدث وحيحصل انفلاماتوري ريسبونس.
الفانكشن المهمة جدا اللي هي سميناها كليرنس جدا مهمة، انتبهوا لها، من أهم الفانكشنز. إيش الآتي؟ شايفين أكيد إحنا كل لحظة بيتكون عندنا إميون كومبلكس، يتكون عندنا إميون كومبلكس، فشايفين هنا مش في هذا أنتيجين وفي تكون له أنتيباديز، فحصل فورميشن لإميون كومبلكس. شوفوا إيش اللي حصل، مش حيجي C1، اتفقنا أنه حيحصل كونفرميشنال تشينج، حيجي C1 وبعدين C4 وبعدين C2، C4P C2P لو ما حصل اكتيفيشن، دول مش هيعملوا اكتيفيشن للسي 3 بي. مش قلنا انه في فراجمنتس كثيره من السي 3 بي؟ السي 3 بي ده لها سبيسيفيك ريسبتورز موجوده على الار بي سيز وموجوده على الماكروفيجز، فلما تدخل في الار بي سيز حتروح للسبلين وحصل عمليه كليرنس للاميون كومبلكس. فاي فورميشن للاميون كومبلكس حتبدا الكومبلمنت دي تعمل اكتيفيشن لين يوصل سي 3 بي. السي 3 بي ذا لو سبيسيفيك ريسبتور على الار بي سيز وعلى الماكروفيج، فبالتالي حيحصل ريموفينج للإميون كومبلكس، ودي مهمة جدا، لأنه لو ما حصلش ريموفينج حيحصل دوبزيشن وبالتالي حيحصل انفلاميشن. يس، واحدة من السيستميك لوبس. يس، هذه نفسها، شايفين السي 3 بي وهنا الار بي سيز، شايفين الار بي سيز، عشان الضوء بس خلي عشان الضوء، فالار بي سيز شايفين، وهنا بالنسبة للماكروفاجس فهيحصل لهم سبيسيفيك ريسبتور وبالتالي هيعملوا ريموفينج للإميون كومبلكس. طيب الآن السؤال لكم، بريدكت، تنبأوا إيش اللي هيحصل، ماذا سيحصل لو حصل إنه C2 و C4 ديفيشنت عند شخص؟ رافع اليد، تفضل، خلاص، حاضر حاضر، تفضل يا حبيب، يا شباب، يا أخوات لو سمحتوا تفضل. طيب لطيف، ححاول نتساعد انا وانت. قصدك انه مش هيحصل فورميشن للماك فورميشن بالنسبه للاكتين والكلاسيكال، صح؟ مش هيحصل فورميشن لانهم دول اجزاء اساسيه عشان يحصل فورميشن للماك. هذه واحدة. الأمر الثاني، كويس، برافو عليك، هاتي تفضلي. برافو عليك، برافو عليك، مش حيتكون سي 3 بي لأنه أساسا السي 2 السي 2 بي والسي والفوق والسي 4 بي دول هم اللي حيعملوا الاتراكشن للسي 3 وحيتكون سي 3 بي، فما فيش، وبالتالي حيحصل مشكلة كبيرة، إنه حيحصل الاميون كومبلكس، مش حتقدر الاميون مش حيحصل لها كليرنس، فبالتالي ممكن تؤدي الى سيستميك لوبس اريثروماتوزس. يس، بعده باقي واحده. طيب اقولهم، برافو عليكم، اكيد اول شيء ريموفنج اميون كومبلكس دي حيحصل فيها ديفيشنت، دي مهمه جدا. الامر الثاني كمان اوبسونايزيشن حيحصل فيها كمان ديفيشنت. الامر الاخر اكيد الماك فورميشن لللاكتين باث واي والكلاسيكال باث واي حيحصل كمان فيه ديفيشنت. جميل، تفضلي. هي احنا قلنا لو حصل للسي 2 مش موجوده ديفكت فيها عادي، احنا قلنا سي 2 اي سي 2 بي، لكن احنا بالنسبه للمراجع الكبيره هي سي 2 بي، لكن لو قلتي سي 2 اي ما في مشكله، لكن انت معاك الان السي 4 بي مش موجود، فشايفه لما يكون السي 2 مش موجود اساسا سواء كان A ولا B هو حصل فيه ديفيشنت اساسا، فمش حنقدر نحصل على فراجمنتس لا A ولا B، فبالتالي ذول اذا 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 حصل فيهم ديفيشنت بالتاكيد مش حنقدر الاميون سيستم يعمل ريموفنج للاميون كومبلكس، مش حيقدر يعمل اوبسونايزيشن، حيكون في ديفيشنت في الاوبسونايزيشن وبالتالي في الماك فورميشن الكلاسيكال واللاكتين باث. لا احنا نتكلم على الان، لا حنتكلم على الان السي 2 السي 2 والسي 4 هم اسينشال كومبوننت للكلاسيكال باث واي والاكتين باث واي، فلو حصل الان لحظه الله يرضى عليك، لو حصل الان انتيباديز لاورجانيزم معين ما فيش معك سي 2 اي وسي 2 سي 2 وسي 4 مش هيحصل ايضا بالنسبه للاوبسنايزيشن، مش حيتكون سي 3 بي، من فين حيتكون سي 3 بي؟ اتكلم على سبيسيفيك اميونيتي، جاء اورجانيزم وظهر له انتيباديز بس الشخص ده عنده ديفيشنت في السي 2 والسي 4 فمش حيتكون سي 3 هنا خالص لهذا السبيسيفيك اكتيفيشن للانتيجين. مش هتعمل
يس. طيب، فبالتالي ما فيش معانا ذول، مش حيتكون السي 3 بي، مش حيحصل الاشياء الثلاثه اللي قلنا، لا كليرنس ولا اوبسنايزيشن ولا فورميشن للماك. طيب السؤال لكم بس بالصور، خليني بالصور بالله اشوفها. هذه الصوره لو سمحتوا علقوا على الصوره هذه شباب، اشيل هذا يعلقوا عليها، علقوا على الصوره دي. يلا محمد علق عليها لو سمحتوا. في صوره ثانيه لكم، تفضلوا. ماك فورميشن، ايوه هات ماك فورميشن. ده حيحدث فين؟ في الثري لاكتين باثوي، الترناتيف باثوي، كلاسيكال باثوي. هذا اذا صوره ماك فورميشن. اول شيء حيعمل لايسس بالتاكيد، وجوده ذا اكيد هذا فورميشن حصل، ممكن ديو تو للكلاسيكال، للالترناتيف، لللاكتين. الصوره الثانيه لكم، تفضلوا. اوبسونايزيشن، الله يرضى عليكم، ميزوا بين فاجوسايتوزس واوبسونايزيشن. اوبسونايزيشن هي انهانسينج اوف فاجوسايتوزس، لانه في اتاتشمنت، هذا الاتاتشمنت حيزود الفاجوسايتوزس، فبالتالي نسميها اوبسونايزيشن ديو تو سي 3 بي. طبعا دي ممكن تحدث زي ما قلنا في الكلاسيكال باثوي، لاكتين باثوي، والالترناتيف باثوي. يس، تفضلوا شباب تكلم. يا الله يرضى عليكم لو سمحتوا، الميكروفون عندك يا اخي. وبعدين لو سمحت ارفع صوتك. ايش اللي خلاها يحصل لها ديجرانوليشن؟ ايش المركبات الصغيره سي 3 اي سي 5 اي؟ جميل. اذا دي جرانوليشن للماسل، بالتاكيد يحصل سي 5 اي، وبالتالي حتعمل انفلاماتوري في النهايه، حتؤدي الى انفلاماتوري ريسبونس. يلا لكم الصوره هي، تكلموا ذحين براحتكم. هذه نتروفيل اكيد. هلا علوم، تفضلي يا اخ، تفضلي تفضلي يا جماعه لو سمحتوا. والله يا جماعه هي كلمه هنديه ذحين لو سمحتوا، ولا ايش؟ تفضلي. سي 5 اي يوجوالي بتعمل اتراكشن للنتروفيل سي 5 اي، وبالتالي دي حتيجي الى الانفلاماتوري سايت، وحتعمل فاجوسايتوزس بشكل كبير. هيا تفضلوا الحين تكلموا انتم. اوه تفضلوا. كليرنس للاميون كومبلكس اكيد ذي ريموفنج، حيحصل زي ما قلنا للسي 3 بي، حيحصل اتاتشد، وبالتالي لها سبيسيفيك ريسبتور على الار بي سيز وعلى ماكروفيجز. طيب تعالوا نقطة مهمة جدا في منتهى الأهمية، الريجوليشن اوف كومبلمنت. كيف يحصل ريجوليشن الكومبلمنت؟ ركزوا معي لو سمحتوا. تعالوا نشوف شباب أخوات، لو كيف حيحصل ريجوليشن للكلاسيكال باثوي واللاكتين باثوي. ليش ريجوليشن؟ لانه لو حصل ان القتال ده تحول على الخليه حقنا، مشكله مصيبه، خلايانا حتكسر، فخلايانا محميه بتعمل ريجوليشن. لو حصل قتال تقاتلوا بعيد، لا تقاتلوا ايش عندي. فكيف حيحصل الريجوليشن ذا؟ الاتي، اول حاجه بالنسبه للكلاسيكال باثوي واللاكتين باثوي، ياتي الاتي، هذا انتيجين وارتبطوا انتي باديز، حيحصل سي 1 كيو، سي 1 ار، سي 1 اس. لو حصل على خليتنا ذا ايش اللي حيحصل؟ في معنى احنا سي 1 استريز انهبيترز ده يطلع على طول ويعمل كليفج، فبيعمل دي اسوسيشن للسي 1 ار والسي 1 اس، فبالتالي منع الكاسكيد دي انها تكمل، لانه لو تكملت دي حيحصل لايسس للاور سيلز. الامر الاخر دي ساعات يحصل عند بعض الناس في ديفكت في الجين اللي هو بروديوسنج للسي 1 الاستريز سي 1 انهبيترز، فايش اللي حيحصل لو حصل ده؟ حيحصل بنسبه هيرديتري انجيونكروتيك اديما، وبالتالي على فكره دي ممكن تحدث في السكن، في لكن الخطوره لو حصلت في اللارينكس، حيحصل سوفوكيشن ويحصل ايروي اوبستراكشن ويحصل ديث، دي اخطر ما فيها. اذا في الاشخاص اللي عندهم جين بيعمل ديفكت للسي 1 انهبيترز مش موجود، ممكن يحصل ما نسميها بالهيرديتري
انجيونوكريتيك إديما، ويوجوالي ممكن تكون في أي أورجنز، لكن خطورتها لو حصلت في اللارينكس حيحصل زي ما قلنا إيروي أوبستراكشن، وبالتالي حيحصل ممكن تؤدي إلى الدث. طيب ركزوا معي لو سمحتوا، السي 4 بايندينج بروتينز، هذه خليتنا، خليتنا ذي بالأحمر أور سيلز، جو يضاربوا عليها، قصدي القتال أصبح على الخلية ذي. شوفوا إيش اللي حيحصل، مش السي 4 حتعمل له كليفج السي 1 اس إلى سي 4 اي وسي 4 بي، السي 4 بي ذا حيرتبط والسي 4 اي حيغادر. الحين قضي على الخلية حقنا الرياكشن، ها شوفوا إيش اللي حيحصل، يطلع بروتين نسميه السي 4 بايندينج بروتين، يرتبط بالسي 4 من اسمه كذا، سي 4 سي 4 بايندينج بروتين، فلما يرتبط بالسي 4 بي خلاص حيمنع الكاسكيد انه يحصل لها اكتيفيشن. مش كذا وبس، سبحان الله، شوفوا شوفوا الحكمه الالهيه اللي تحدث كمان، حتى يطمن الجهاز المناعي او خلايانا انه مش حيحصل لها اي دامج، كمان تروح تجيب فاكتور اي، الفاكتور اي كمان يعمل كليفج للسي 4 بي اللي قضية اساسا محميه، فيحولها الى سمول فراجمنتس، بالتالي اللي يقول سي 4 دي والسي 4 اس، وبالتالي ضمننا تماما انه ما حصلش اي اكتيفيشن للخلايا على الخلايا حقنا، لانه حيحصل دامج، ومن هنا نقول الاميون سيستم عمل ريجوليشن عشان ما يحصلش دامج على الاور سيلز. الامر الاخر، في حاجه نسميه فاكتور اتش، هذه الان الفاكتور اتش حصل على خلايانا، شايفين السي 3 بي التصقت على الاور سيلز حقنا، حيحصل ما نسميه بالفاكتور اتش، خلاص مش حيمنع، حيمنع انه الكاسكيد دي انها تكمل. مش كذا وبس، طبعا الفاكتور بي اكيد مش حيقدر يلتصق خالص خالص، لانه حصل له بارير اللي هو الفاكتور اتش، حيجي كمان فاكتور اي ويعمل كليفج للسي 3 الى سي 3 اف وسي 3 اي سي 3 بي، يعني الى سمول فراجمنت، وبالتالي ضمننا انه مش حيحصل الاكتيفيشن على الاور سيل، وبالتالي حصل ريجوليشنز. في امر مهم نسميه ديكي اكسلريتنج فاكتورز، هذا يوجوالي موجود بريزنت في الار بي سيز، في الدبليو بي سيز، في البليتلتس، في النيتروفيل. ركزوا معي لو سمحتوا عليه، ايش اللي حيحصل؟ ده يروح يعمل بريفنت، طبعا احنا نسميه كمان سي دي 59، يعمل بريفنت للفورميشن اوف ماك، ما عاد يخليش الماك يحصل له فورميشن. فلو حصل ديفكت في الجين ده، شوفوا ايش اللي حيحصل، حيحصل حاجه ديزيز نسميها بروكسيمال نكتورنيال هيموجلوبينوريا. هو طبعا الاسم فيه مسليدنج، ما هوش مضبوط 100%، لكن اول ما اكتشفوها خلاص، لانه اساسا مش بتحصل للار بي سي فقط، قبل شويه قلنا بتحصل معنا في البليتلتس، في النيتروفيل، في الدبليو بي سيز، لكن بتحصل اساسا في الار بي سيز، بتكون الامور بشكل كبير، فسموها هنا سموها البروكسيمال نكتورنيال هيموجلوبينوريا. طيب شوفوا المشكله اساسا، حتى المسليدنج في الاسم بروكسيمال، ما هيش نوبه اساسا، لو حصل ديفكت او ديفيشنسي في الجينز حيحصل على طول ديستراكشن، بس ليش سموها النكتورنال؟ ليش؟ لانه اساسا الشخص في الليل بينام في الليل وبيحصل ديستراكشن، فلو ما يقوم الصباح يتبول حيكون كله هيموجلوبين زايد، ومن هنا سموها. وعلى فكره بس زي ما قلنا، ما هيش هيموجلوبين يوريا بس، ممكن تحدث زي ما قلنا في البليتلس، في النيتروفيل، في غيره. فذي من ضمن الاشياء اللي هي ديو تو ديفكت في الديكي اكسلريتنج فاكتورز. طيب في كومبلمنت جيم، ركزوا معي لو سمحتوا، هذه ركزوا معي، في معنى كلاسيكال جيم لكلاسيكال باثوي والالترناتيف باثوي، بس شروط اللعبه ذي ثمانية، اللي حيخلص اللي معه يصورها وخلاص، يصورها ويرسلها وانتهت اللعبه لهنا، ويرجع اللعبه، يفتح اللعبه على ما هي عليه، يفتحها ويرجعها لجروب ثاني. فبس رجاء الوقت فيها، لانه هي صح شيء تفكير، بس الوقت عامل مهم فيها. فراقي يا عدي، عدي تعال يا عدي. الكلاسيكال اعطيهم هذا والالترناتيف هذه وبعدين بدل. هذا كلهم كلهم كلهم. شيليهم علشان اليوم لعبت كره امس وركبتي بتوجعني. خلي كل واحد يفتحها، افتحوا ال ها افتح واحد افتحوها وركبوا القطع وبعدين صوروها ورجعوها القطع. ها هذه الترتيب، تمام تمام، وين القطع؟
طيب ركزوا معي لو سمحتوا، نبدا من هنا ولا من هنا؟ طيب لو سمحتوا اقرا لكم السؤال الاول. Patients with cirrhosis they suffer from recurrent infection due to واحد immune suppression deficient of interferon C3 deficient absence of antibodies اكيد اكيد ما تنسوش قلنا هي مين اللي بروديوز the role of complement and rapid response عيدها and rapid response to first exposure to a variety of organism involves which of the following classical pathway alternative pathway lactin pathway It's a part of innate immunity. Key. هذه الرابيد ريسبونس في النيت اميونيتي سواء خلاص كان لاكتين باثوي او الترناتيف باثوي هي رابيد ريسبونس جرام نيجاتيف بكتيريا از مور اتاك باي ماك فورميشن ذان جرام بوزيتيف بكتيريا هاز ا ثيكسل وول لاير
هذا thin cell wall layer. برافو. Has high amount of beta-glucan. Gram negative bacteria enhancing activation. أكيد. 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 thin. طيب. Anaflatoxins اللي هي small fragments. C3A and C5A. بعدين. Play a major role in degranulation of mast cell. Chemotaxis للنيتروفيل. أيوة. Inflammatory response. Opsonization. تمام. خلاص. خمسة. Which one of the following doesn't contain C3B? الله اني روحتوها. ها ركزوا. لحظة. Classical pathway C5 converties. Alternative pathway C5 converties. Classical pathway C3 converties. Alternative pathway C3 converties. أكيد classical. أكيد. C3 is cleaved to form C3A and C3B by C3 convertase. C3B is involved in all of the following. Increase vascular permeability. Ahem. Enhancing phagocytosis. Ah, my. Forming C5 convertase. Forming C3 convertase in alternative. أكيد أكيد صحيح enhancing phagocytosis. طيب ركزوا معي. A recurrent infection with respiratory tract خلاص and sinusitis may be due to MAC formation deficient. أيوة أي كلاس كله قلة دخل الله يبقى زي C1 ولا C3 deficiency. No proberdin. C1S3 inhibitor deficiency. C. قال لك الله. وما أنا كم عليك من ذنوب اليوم. هذه C3 deficiency بقول في معه ديفكت على طول ريكرنت. ما معنى ريكرنت إن ما فيش معه كومبلمنت تعمل ذا. الله نوع أخوانهم. C2. And C4 deficiency, خلاص, may lead to systemic lupus erythematosus due to defect in classical pathway, defect in removing immune complex, defect in alternative pathway, defect in lactin pathway. أكيد ما فيش immune clearance. 9. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria due to, خلاص. C1 binding protein deficiency. C1 inhibitor deficiency. Factor H deficiency. DK. برافو عليكم. صحيح. آخر سؤال أبو. هذا سؤال الفوز. Hereditary angionecrotic edema is caused by the genetic absence of. بعدين. Factor I. C1 esterase inhibitor. الله شكلهم بيفوزوا. Factor H. C3. أكيد C1 esterase inhibitor. شكرا جزيلا لكم.